عيط لي الدراكي البارح باش نديروا لي الخبره على الطبيب على السبيطار مولاي عبد الله. مشيت مشى معايا واحد الدراكي الله يرحم لي الوالدين، هبطنا دخلنا على الطبيب هذاك الشيء سول وهذاك الشيء قالوا لي راه ما كاينش الطبيبه. صافي طلعنا هكا غدا باش نقطع المشروع نحسن لولدي. هو يحط الدري اللي عاد اللي طلق على ولدي الكلب حط الكروسه وقطع عندنا. قال لي راه كنت باغي غادي تنصفي شي حساب على باش نجي عندكم، ما عرفتش واش باغي يتسامح معانا ولا كيهدد فيا بهذيك الهضره ولا ما عرفتش. صافي خليته مشيت انا دخلنا عند الحلاق حسنت لي جبته للدار. جينا هكا لقيت الخاصاني شي حاجه في الدار غادي نتقدم المشروع. غدا تبالي كيبيع الخضره وخو. مشيت عند الدارك ديت معايا ولدي هذاك الصغير، مشيت عند الدارك قلت ليه الشاف الدري اللي عاد طلق على ولدي الكلب راه اللي قلتوا لي كنقلبوا عليه باقي ما لقيناش، راه كاين كيبيع في السويقه الخضره. قال لي تمشي معايا توريه لينا. قلت لي مرحبا نوريه ليكم. هما خرجوا معايا ثلاثه الدراكيين، مشيت فين حاط الكروسه هو وخو. ما كاينش كروسه، خو هز الكروسه داها ملي شافني دار الكروسه هو دخل القهوه جلس فيها. جلس في القهوه واحد السيد درت هكا كنت تلفت كيبان ليا جالس في القهوه. قال لي اش لابس؟ قلت لهم لابس تريكو كحل، هو لابسني كحل. تلفت هكا بان ليا قلت لي راه الشيف راه هو فين جالس. صافي هو يوعدو شدوه وداوه اعتقلوه داوه. اليوم في الصباح قال لي عيط لي في الليل قال لي غدا تجي مع العشرة تكوني في السبيطار باش نديروا لي الخبره. مشيت انا وولدي في الصباح فطرت وهبطنا دخلنا بقينا كنتناو في الدار. جاو ملي جاو دخلنا وداكشي دخل على الطبيب قال لي راه ما غاديش يديروا لي الخبره هنا، خاصو يمشي للسبيطار ديال البرادعه. ملي طلعنا طلعونا معاهم قال لينا راه غاديين غندوكم معانا. قلنا لهم الله يرحم لكم والدين مشوا معاه. جابونا معانا قال لي تسني شويه تنسول الشاف اش غنديروا. تسنيت هكا جات الام ديالو طلعت عليا انا ما عرفتش واش هي كاع الام ديالو. عيطت ليا قالت لي الدري ما بقاش فيك الدري غتصيفطي جنايات، راه ولدي غتضيعيه ضاع وما حرجش عليه الكلب. ولدها هي ضاع، ولدي انا اللي ضاع، اما هي ولدها ما ضاع والو، انا اللي ولدي اخويا ضاع. ما بغاتش اخويا تبرى لي الجرحه وباقي الدري كيبكي في الليل وكيعطي الحريق والصداع، ما كنعش مع الليل كامل. كنت يا خويا على رجلي راه ما عديش انا، ما فحالناش وما عدناش، ما كيعاون اخويا الله ما تجي ما لقيت شي واحد شي محسن في قلب الرحمه اللي عاون. عندي خمسه الوليدات لا خويا فهاد الشيء ديال الفلاحه كنمشي للموقف نوقف مع العيالات على الله، مره نخدم مره ما نخدمش. مره نخدم مره ما نخدم، وماشي شي تمنيت مزيانه شي حاجه قليله. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.